بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على ملاذ الورى في الموقف العظيم سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ إن شاء الله اليوم مجلسنا السادس عشر في قراءة كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى للإمام القاضي العلمي شيخ الإسلام ومفخرة المغرب عياض بن موسى ابن عياض اليحصبي المالكي رحمه الله تعالى وبلدة يحصب تسمى بيحصب وتسمى ببني سعيد وهي تقع الى الشمال الغربي من مدينه غرناطه في الطريق الى قرطبه ينتمي اليها هذا الامام الجليل وقد استوطن مده وقد ذكرنا كما سبق انه ولد سنه سنه 476 واستوطن واخذ عن جمله من العلماء كابي بكر بن العربي وكابي بكر الفهري وكابي علي الصدفي وغيرهم من الاعلام الذين يذكرهم ويروي عنهم في كتابه هذا وفي غيره وكان اماما من ائمه المالكيه ومن ذوي الوجوه في المذهب اخذ كذلك عن الامام المازري التونسي وألف المؤلفات النافعة التي منها إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم أكمل به كتاب شيخه المازري رحمه الله وكذلك كتب طبقات للمالكية تسمى بترتيب المدارك وقد طبعت عدة طبعات وفي بالي أنها ستطبع مع ذيولها بإشراف وتحقيقي أخينا الأستاذ الدكتور سلي محمد طربوش الأستاذ أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن الطفيل في القنيطرة ورئيس المجلس العلمي بمدينة سلا وله مؤلفات أخرى كالغنية في تراجم شيوخه وغير ذلك وله كتاب الشفاء هذا الذي هو من المؤلفات السائرة وكل مؤلفاته معتمدة في بابها وهو القائل: ومما زادني فرحا وتيها وكدت باخمصي اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم وعلى اله وتنسب اليه ابيات واشعار اخرى من ضمن ذلك القصيده التي مطلعها قف بالركاب فهذا فهذا الركب والدار لاحت علينا من من المختار انوار بشراك بشراك هذا الخيف خيف منا هذه منازلهم هذه هي الدار الى اخره ولكن لا لا تصح نسبتها اليه والصحيح والله اعلم نسبتها للامام احمد بن عبد الحي الحلبي رحمه الله تعالى المتوفى بمدينه فاس سنه وعشرين قف بالركاب فهذا الربع والدار لاحت علينا من المختار انوار، صلى الله عليه وسلم، وهي ابيات مشهوره يقول في ضمنها يا اهل طيبه لي في ربعكم قمر بر عطوف لفعل الخير امار، واشغلتني ذنوب عنك معرضه اخاف تحرقني من اجلها النار، فكن شفيعي لما قدمت من زلل ومن خطايا فان الرب غفار. صلى الله عليه وسلم وعلى آله ف وفي مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى سنبتدئ من الصفحة ثمانمائة وننتهي في الصفحة ثمانمائة وستة وأربعين بإذنه تعالى لا نريد أن نطيل بكم لأن إن شاء الله بإذنه تعالى يكون يوم غد يوم الختم بإذنه تعالى فإذا سنقرأ ستة وأربعين صفحة بإذنه تعالى وهناك تلبيه الذي أخطأت البارحة تعرفون الإنسان عندما يكون يرتجل تتوارد على ذهنه أفكار فقد يزل لسانه في بعض الأمور ومن ذلك أنني قلت يجب لله الحدوث والقدم هو لا استغفر الله يجوز لله الوجود يجب لله الوجود والقدم وليس الحدوث لأن الحدوث ممتنع في حق الحق سبحانه وتعالى وهو من صفة الحوادث فمن رأى ذلك أو قيده فليصححه وهي من أبيات ابن عاشر الشهيرة نفتتح بإذنه تعالى في الصفحة 800 وننتهي 846 بإذنه تعالى بسم الله الرحمن الرحيم روينا بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام القاضي أبي الفضل عياض بن موسى الإحصوبي رحمه الله تعالى الفصل في أسباب عفوه صلى الله عليه وسلم عن بعض من آذاه لا بعد ذلك نعم سنبتدئ اليوم في في حكم فصل في حكم القائل والحاكي لهذا الكلام عن غيره وطبعا اظن جميع الفصول التي سنتحدث عنها اليوم كلها في هذا الباب فيكون تقريبا خمس الكتاب في في موضوع شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وعقوبه من يقول كلاما او يعرض او غير ذلك فهي كالنوازل فيما يتعلق هي فقه فقه بحت ولكنه منبثق عن عقيده فهنا نجد العلم المركب فهو علم فقه ممزوج بالاثار مبني على قواعد عقديه وهنا تظهر براعه المؤلف وحيازته للفنون رحمه الله تعالى قال رحمه الله فصل في حكم القائل والحاكي لهذا الكلام عن غيره الوجه السادس أن يقول القائل ذلك حاكيا عن غيره وآثرا له عن سواه فهذا ينظر في صورة حكايته وقريرة بقالته ويختلف الحكم باختلاف ذلك على أربعة وجوه الوجوب والندب والكراهة والتحريم فإن كان أخبر به على وجه الشهادة والتعريف بقائله والإنكار والإعلام بقوله والتنفير منه وتجريح له فهذا مما ينبغي امتثاله ويحمد فاعله وكذلك إن حكاه في كتاب أو في مجلس على طريق الرد له والنقض على قائله والفتية بما يلزمه وهذا منه ما يجب ومنه ما يستحب بحسب حالات الحاكم لذلك والمحكي عنه فإن كان القائل القائل لذلك ممن تصدى لأن يؤخذ عنه العلم أو رواية الحديث أو يقطع بحكمه أو بشهادته أو فتياه في الحقوق وجب على سامعه الإشارة بما سمع منه والتنفير للناس عنه والشهادة عليه بما قاله ووجب على من بلغه ذلك من ائمة المسلمين انكاره وبيان كفره وفساد قوله لقطع ضرره عن المسلمين وقياما بحق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى اله وكذلك ان كان ممن يعظ العامة او يؤدب الصبيان فان من هذا من هذه سريرته لا يؤمن على القاء ذلك في قلوبهم فيتاكد في هؤلاء الايجاب لحق النبي صلى الله عليه وسلم ولحق شريعته. وان لم يكن القائل بهذه السبيل فالقيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم واجب وحمايه عرضه متعين ونصرته عن الاذى حيا وميتا مستحق على كل مؤمن لكنه اذا قام بهذا من ظهر به الحق وفصلت به القضيه وبان به الامر سقط عن الباقي الفرض وبقي الاستحباب في تكثير الشهاده عليه وعضد التحذير منه وقد اجمع السلف على بيان حال المتهم في الحديث فكيف بمثل هذا وقد سئل ابو محمد بن ابي زيد عن الشهد يسمع مثل هذا في حق الله تعالى يسعه ان لا يؤدي شهادته قال ان رجع نفاذ حكمه بشهادته فليشهد وكذلك ان علم ان الحاكم لا يرى القتل بما شهد به ويرى الاستتابه والادب فليشهد يشهد ويلزمه ذلك وأما الإباحة لحكاية قوله لغير هذين المقصدين فلا أرى لها مدخلا في هذا الباب فليس التفكه بعرض النبي صلى الله عليه وسلم والتمضمض بسوء ذكره لأحد لا ذاكرا ولا آثرا لغير غرض شرعي بمباح وأما للأغراض المتقدمة فمتردد بين الإيجاب والاستحباب وقد حكى الله تعالى مقالات المفتدين عليه وعلى رسله في كتابه على وجه الإنكار لقولهم والتحذير من كفرهم والوعيد عليه والرد عليهم بما اتلاه الله علينا في محكم كتابه وكذلك وقع من أمثاله في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة على الوجوه المتقدمة وأجمع السلف والخلف من أئمة الهدى على حكايات مقالات الكفرة والملحدين في كتبهم ومجالسهم ليبينوها للناس وينقضوا شبهها عليهم وإن كان ورد لأحمد بن حنبل إنكار لبعض هذا على الحارث بن أسد فقد صنع أحمد مثله في رد على الجهمية والقائلين بالمخلوق هذه الوجوه السائرة الحكاية عنها فأما من ذكر على غير هذا من حكاية سبه والإزراء بمنصبه على وجه الحكايات والأسمار والطرف وأحاديث الناس ومقالاتهم في الغث والسمين ومضاحك المجان ونوادر السفاء والخوض في قليل وقال في قيل وقال في قيل وقال وما لا يعني فكل هذا ممنوع وبعضه أشد في المعنى والعقوبة من بعض فما كان من قائله الحاكي له على غير قصد أو معرفة بمقدار ما حكاه أو لم يكن ذلك عادته أو لم يكن الكلام من البشاعة حيث هو ولم يظهر على حاكيه استحسانه واستصوابه زجر عن ذلك ونهي عن العودة إليه وإن قوم ببعض الأدب فهو مستوجب له وإن كان لفظه من البشاعة حيث هو كان الأدب أشد وقد حكي مالك أن رجلا سأل مالكا عمن يقول القرآن مخلوق فقال مالك كافر فاقتله فقال إنما حكيت عن غيري فقال مالك إنما سمعناه منك وهذا من مالك على طريق الزجر والتغليظ بدليل أنه لم ينفذ قتله وإن اتهم هذا الحاكي فيما حكاه أنه اختلقه ونسبه إلى غيره أو كانت تلك عادة له أو ظهر استحسانه لذلك أو كان مولعا بمثله والاستخفاف له أو التحفظ لمثله وطلبه ورواية أشعار هجمه عليه السلام وسبه فحكم هذا هذا حكم الساب نفسه ويؤاخذ بقوله ولا ينفع نسبته إلى غيره فيبادر بقتله ويعجل إلى الهاوية أمه وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام في من حفظ شطر بيت مما هدي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كفر وقد ذكر بعض من الف في الاجماع اجماع المسلمين على تحريم روايه ما هجي به النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام وكتابته وقراءته وتركه متى وجد دون محو ورحم الله اسلافنا المتقين المتحرزين لدينهم فقد اسقطوا من احاديث المغازي والسير ما كان هذا سبيله وتركوا روايته الا اشياء ذكروها يسيره وغير مستبشعه على نحو الوجوه الاولي ليورو, ليورو نقمة الله من قائلها وأخذه المفتري عليه بذنبه وهذا أبو, أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قد تحرى مما اضطر إلى الاستشهاد به من, أهاجي أشعار العرب في كتبه فكن عن اسم المهجو بوزن اسمه استبراء لدينه وتحفظا من المشاركة في ذنب أحد بروايته أو نشره فكيف بمن يتطرق إلى عرض سيد البشر والمرسلين صلى الله عليه وسلم قلت هذا من الأسباب أن ابن هشام اختصر سيرة ابن إسحاق وشنوا على ابن إسحاق كثيرا وتركوا كتابه حتى فقد ولم تبق منه إلا بعض ملازم وصفحات وذلك أنه أورد فيه أشعارا للمشركين في هجائهم النبي صلى الله عليه وسلم على آله وغير ذلك فترك العلماء الرواية عنه وضعفوه وتركوا كتابه وإنما اعتمدت سيرة ابن هشام الذي حذف منه منها تلك الروايات واقتصر على ما يفيد الناس من ذلك وقديما قيل أميت الباطل بالسكوت عليه أو بعدم ذكره فإماتة الباطل ما لم يستفحل بإهماله وعدم ذكره فبذلك يطمس ويضيع ومما نعي كذلك على الإمام الرازي في تفسيره أنه كان يطيل في ذكر أقاويل المبتدعة وأدلتهم واستشهاداتهم وحتى ينقطع نفسه فعندما يجيب عن تلك الاشكالات يكون نفسه ضعيفا فحتى اتهمه البعض في دينه وزعمه انه يريد الترويج لتلك العقائد الفاسده. وحاشاه من ذلك. فصل في حكم ذكر ما يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم او يختلف في جوازه عليه على طريق المذاكره والتعليم، الوجه السابع ان يذكر ما يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم. او يختلف في جوازه عليه وما يطرا من الامور البشريه به ويمكن اضافتها اليه او يذكر بعض ما امتحن به وصبر في ذات الله عليه وعلى شدته من مقاساة أعدائه وأذاهم له معرفة ابتداء حاله وسيرته وما من بؤس زمنه ومر عليه من معاناة عيشته كل ذلك على طريق الرواية ومذاكرة العلم ومعرفة ما صحت منه العصمة للأنبياء وما يجوز عليهم فهذا فن خارج عن هذه الفنون الستة إذ ليس فيه غمص ولا رقص ولا إزراء ولا إستخفاف لا في ظاهر اللفظ ولا في مقصد اللافظ لكن يجب أن يكون الكلام فيه مع أهل العلم وفهماء طلبة الدين ممن يفهم مقاصده ويحققون فوائده ويجنب ذلك من عساه لا يفهم أو يخشى به فتنته فقد كره بعض السلف تعليم النساء سورة يوسف عليه السلام لمن طوت عليه من تلك القصص لضعف معرفتهن ونقص عقولهن وإدراكهن فقد قال عليه السلام مخبرا عن نفسه باستئجاره لرعاية الغنم في ابتداء حاله وقال ما من نبي إلا وقد راعى الغنم وأخبرنا الله تعالى بذلك عن موسى عليه السلام وهذا لا غضاضة فيه جملة واحدة لمن ذكره على وجهه بخلاف من قصد به الغضاضة والتحقير بل كانت عادة جميع العرب نعم في ذلك الأنبياء حكمة بالغة وتدريج لله تعالى لهم إلى كرامته وتدريب برعايتها لسياسة أممهم من خليقته بما سبق لهم من الكرامة في الأزل ومتقدم العلم وكذلك وكذلك قد ذكر الله يتمه عليه السلام وعيلته على طريق المنة عليه والتعريف بكرامته له فذك فذكر الذاكر لها على وجه تعريف حاله والخبر عن مبتدئه والتعجب من منح الله قبله وعظيم من منته عنده ليس فيه غضاضة بل فيه دلالة على نبوته وصحة دعوته إذ أظهر الله تعالى بعد هذا على صراديد العرب ومن ناوأه من أشرافهم شيئا فشيئا وتمم امره حتى قهره وتمكن من ملك من ملك مقاليدهم واستباحه ممالك كثير كثير من الامم غيرهم باظهار الله تعالى له وتاييده بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم وامداده بالملائكه المسومين ولو كان عليه السلام ابن ملك او ذا اشياء متقدمين لحسب كثير من الجهال ان ذلك موجب الغوري ومقتضى علوه ولهذا قال هرقل حين سأل أبا سفيان عنه هل في آياته من ملك هل في آبائه من ملك فقال لا ثم قال فلو كان في آبائه ملك لقلنا رجل يطلب ملك أبيه وإذ اليتم من صفته وإحدى علاماته في الكتب المتقدمة وأخبار الأمم السالفة وكذا وقع ذكره عليه السلام في كتاب أرميا وبهذا وصفه ابن ذي يزن لعبد المطلب وبحيرة لأبي طالب وكذلك إذا وصف بأنه أمي كما وصفه الله تعالى به فهي مدحة له وفضيلة ثابتة فيه وقاعدة معجزته إذ معجزته العظمى من القرآن العظيم إنما هي متعلقة بطريق المعارف والعلوم مع ما منح به صلى الله عليه وسلم وفضل به من ذلك كما قدمناه في القسم الاول، ووجود مثل ذلك في رجل لم يقرا ولم يكتب ولم يدارس ولا لقن ومقتضى العجب ومنتهى العباري ومعجزه البشر وليس في ذلك نقيصه اذ المطلوب من الكتابه وقراءه المعرفه، وانما هي اله لها وواسطه موصله اليها. موصلة إليها غير مرادة في نفسها فإذا حصلت الثمرة والمطلوب استغني عن يعني الواسطة والسبب والأمية في غيره نقيصة لأنها سبب الجهالة وعنوان الغباوة فسبحان من باين أمره من أمر غيره وجعل شرفه فيما فيه محطة من سواه محطة من سواه محطة يعني من الحط والإنحطاط وليس من الركون والاستقرار وجعل حياته فيما فيه هلاك من عداه هذا شق قلبه واخراج حشوته اهكان تمام حياته وغاية قوة نفسه وثبات رو... روعه وهو في من سواه منتهى هلاكه وحتم موته وفنائه وهلم جرا إلى سائر ما روي له من أقباله وسيره وتقلله من الدنيا ومن البلبس والمطعم والمركب وتواضعه ومهن... ومهنته ومهنته نفسه في أموره وخدمة بيته زهدا ورغبة عن الدنيا وتسوية بين حقيرها وخطيرها لسرعة فناء أمورها وتقلب أحوالها كل هذا من فضائله ومآثره وشرفه كما ذكرنا فمن, أرى... فمن أورد شيئا منها مورده أو, أو قصد بها مقصده كان حسنا ومن أورد ذلك على غير وجهه وعلم منه بذلك سوء قصده لحق بالفصول التي قدمناها وكذلك ما ورد من اخباره واخبار سائر الانبياء عليهم السلام في الاحاديث مما في ظاهره اشكال يقتضي امورا لا تليق بهم بحال وتحتاج الى تاويل وتردد احتمال فلا يجب ان يتحدث منها الا بالصحيح ولا يروى منها الا المعلوم الثابت فرحم الله مالكا فلقد كره التحدث بمثل ذلك من الاحاديث المهمة للتشبيه والمشكله المعنى وقال ما يدعو الناس الى التحدث بمثل هذا فقيل له ان ابن عجلان يحدث بها فقال لم يكن من الفقهاء وليس الناس وافقوه على ترك الحديث بها وساعدوه على طيها فإن أكثرها ليس تحته عمل قلت وبذلك من كتبوا في التوحيد وغيره في تلك الفترة كالخلالي وكابن أبي حاتم وكابن بطة و لكائي وغيرهم فإنهم توسعوا في الأحاديث والآيات المتشابهة الظاهر وحتى بدأوا يستشهدون بالضعيف وربما الأقل من الضعيف في العقائد ومما نتج عنه عقيدة التجسيم وعقيدة التشبيه وللأسف أصبحت رائجة فيما بعد فلو كانوا يكتبونها وهم فقهاء عارفون ولكن من قرأ ذلك فيما بعد لم يكن فقيها ولا عارفا فضلوا وأضلوا قال المؤلف رحمه الله وقد حكي عن جماعة من السلف بل عنهم على الجملة أنهم كانوا يكرهون الكلام فيما ليس تحته عمل والنبي صلى الله عليه وسلم أوردها على قوم عرب يفهمون كلام العرب على وجهه وتصرفاتهم في حقيقته ومجازه واستعارته وبليغه وإيجازه فلم تكن في حقهم مشكلة ثم جاء من غلبت عليه العجمة وداخلته الأمية فلا يكاد يفهم من مقاصد العرب إلا نصها وصريحها ولا يتحقق بإشاراتها إلا غرض الإيجاز ووحيها وتبليغها وترويحها دون تصريحها فتفرقوا في تأويلها أو حملها على ظاهرها شذر فذر فمنهم من آمن به ومنهم من كفر فاما ما لا يصح من هذه الاحاديث فواجب ان لا يذكر منها شيء في حق الله سبحانه ولا في حق انبيائه ولا يتحدث بها ولا يتكلف الكلام على معانيها والصواب والله اعلم طرحها وترك الاشتغال بها الا ان تذكر على وجه التعريف بانها ضعيفه المقاد واهيه الاسناد وقد انكر الاشياخ رحمهم الله على ابي بكر بن فورك تكلفه في مشكله الكلام على احاديث ضعيفه موضوعه لا اصل لها او منقوله عن اهل الكتاب الذين يلبسون الحق بالباطل كان يكفيه طرحها. ويغنيه عن الكلام عليها التنبيه على ضعفها اذ المقصود بالكلام على مشكل ما فيه ازالة اللبس بها واجتثاثها من اصلها وطرحها اكشف للبس واشفى للنفس. فصل في الادب اللازم عند ذكر اخباره صلى الله عليه وسلم ومما يجب على المتكلم فيما يجوز على النبي عليه السلام وما لا يجوز والذاكر من حالاته ما قدمناه في الفصل قبل هذا على طريق المذاكره والتعليم ان يلتزم في كلامه عند ذكره عليه السلام وذكر تلك الاحوال الواجبه من توقيره وتعظيمه ويراقب حال لسانه ولا يهمله وتظهر عليه علامات الادب عند ذكره فاذا ذكر ما قساه من الشدائد ظهر عليه الاشفاق والارتباط والغيظ على عدوه ومودة الفداء للنبي صلى الله عليه وسلم لو قدر عليه والنصرة علىه لو أمكنته وإذا أخذ في أبواب العصمة وتكلم على مجال أعماله وأقواله عليه السلام تحرى أحسن اللفظ وأدب العبارة على ما أمكنه واجتنب بشيع ذلك والله هذه دقائق نفيسة جدا قد لا توجد في غير هذا المحل فال فليعقد عليها الإنسان أنامله وليركز فيها وليستحضرها وليكثر من قراءتها قال واجتلب بشيع ذلك وهجر من العبارة ما يقبح كرفضة الجهل والكذب والمعصية فإذا تكلم في الأقوال قال هل يجوز عليه الخلف في القول والإخبار بخلاف ما وقع سهوا أو غلطة أو نحو من العبارة وتجنب لفظة الكذب جملة واحدة يعني خلف ما وقع ولا يقول الكذب لا يقول لا يجوز الكذب إنما يقول لا يجوز الكلام بخلف الواقع وهذه دقائق لطيفة جداً وإذا تكلم على العلم قال هل يجوز أن لا يعلم إلا ما علم وهل يمكن أن لا يكون عنده علم من بعض الأشياء حتى يوحى إليه ولا يقول يجهل لقبح اللفظ وبشاعته وإذا تكلم في الأفعال قال هل تجوز منه المخالفة في بعض الأوامر والنواهي ومواقع ومواقعة بعض الصغائر فهو أولى وآدم من قوله هل يجوز أن يعصي أو يذنب أو, أو يفعل كذا وكذا من أنواع المعاصي هذا بالحق توقيري عليه السلام, السلام وما يجب له من تعزير وإعظام وقد رايت بعض العلماء لم يتحفظ من هذا فقبح منه ولم استصوب عبارته فيه. ووجدت بعض الحائرين قوله لاجل ترك تحفظه في العباره ما لم يقله وشن عليه بما ياباه ويكفر قائله، واذا كان مثل هذا بين الناس مستعملا في ادابهم وحسن معاشرتهم وخطابهم فاستعماله في, في حقه عليه عليهم في حقه عليهم السلام اوجب، ربما عليه السلام، اوجب والتزامه اكد. فجودة العبارة تقبح الشيء أو تحسنه وتحذيرها وتهذيبها تعظم الأمر أو تهونه ولهذا قال عليه السلام إن من البيان لسحرا فأما ما أورده على جهة النفي عنه والتنزيه له فلا حرج في تصريح العبارة وتصريحها فيه كقوله لا يجوز عليه الكذب جملة ولا إتيان الكبائر بوجه ولا الجور في الحكم على حال ولكن مع هذا يجب ظهور توقيره وتعظيمه وتعزيره عند ذكره مجردا فكيف عند ذكر مثل هذا وقد كان السلف تظهر عليهم حالات شديدة عند مجرد ذكره كما قدمناه في القسم الثاني وقد كان بعضهم يلتزم مثل, هذا مثل ذلك عند تلاوة أي من القرآن حكى الله تعالى فيها مقال هو ومن كفر بآياته وافترى عليه الكذبة فكان يخفض بها صوته إعظاما لربه وإجلالا له وإشفاقا من تشبه بمن كفر به واتذكر كنا نصلي في في جدة في مسجد وكان إمامه الشيخ عبد الله بصفر حفظه الله تعالى نسيت اسم المسجد الآن وهو مسجد شهير فكان إذا ذكر آية من آيات الكفار أو المنافقين خفض صوته بذلك فكان ينكر عليه البعض وهنا يظهر أن إنكار البعض عليه إنما هو جهلاً لأن هذا كان من فعل بعض السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. انتهت صفحة 810، أظن مسجد اسمه مسجد العمودي كان في جدة وهو معروف في طريق المدينة المنورة. الباب الثاني في حكم سابه وشانئه ومتنقصه ومؤذيه وعقوبته وذكر استتابته ووراثته قال القاضي رحمه الله وقد قدمنا ما هو سب وأذى في حقه عليه السلام وذكرنا إجماع العلماء على قتل فاعل ذلك وقائله وتخير الإمام في قتله أو صلبه على ما ذكرناه وقررنا الحجج عليه وبعد فاعلم أن مشهور مذهب مالك وأصحابه وقول السلف وجمهور العلماء قتله حدا لا كفرا إن أظهر التوبة منه ولهذا لا تقبل عندهم توبته ولا تنفعه استقالته ولا فيئته كما قدمناه قبله وحكم حكم الزنديق ومسر الكفر في هذا القول وسواء كانت توبته على هذا بعد القدرة عليه والشهادة على قوله أو جاء تائبا من قبل نفسه لأنه حد وجب لا تسقطه التوبة كسائر الحدود قال الشيخ أبو الحسن القابسي رحمه الله إذا أقر بالسب وتاب منه وأظهر التوبة قتل بالسب لأنه هو حده وقال أبو محمد بن أبي زيد في مثله وأما ما بينه وبين الله فتوبته تنفعه وقال ابن سحنون من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من الموحدين ثم تاب عن ذلك لم تزل توبته عنه القتلة وكذلك قد اختلف في الزنديق إذا جاء تائبا فحكى القاضي أبو الحسن بن القصار في ذلك قولين قال من شيوخنا من قال أقتله بإقراره لأنه كان يقدر على ستر نفسه فلما اعترف خفنا أنه خشي الظهور عليه فبادر لذلك ومنهم من قال أقبل توبته توبته لأني أستدل على صحتها بمجيئه فكأننا وقفنا على باطنه بخلاف من, من أسرته البينة قال القاضي أبو الفضل رحمه الله هذا قول أصبغ ومسألة ساب النبي صلى الله عليه وسلم أقوى لأنه لا يتصور فيها الخلاف على الأصل المتقدم لأنه حق متعلق للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته بسببه لا تسقطه التوبة كسائر حقوق حقوق الآدميين والزنديق وإذا تاب بعد القدرة عليه فعند مالك والليت وإسحاق وأحمد لا تقبل توبته وعند الشافعي تقبل واختلف فيه عن أبي حنيفة وأبي يوسف وحكى ابن المنذر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يستتاب قال محمد بن سحنون ولم يزل القتل عن المسلم بالتوبة من سبه عليه السلام لأنه لم ينتقل من دين إلى دين غيره وإنما فعل شيئا حده عند القتل لا عفو فيه لأحد الزنديق لأنه لم ينتقل من ظاهر إلى ظاهر الأخ الذي سأل هل هذا المجلس هو الأخير لا غدا إن شاء الله المجلس الأخير وقال القاضي أبو محمد بن نصر محتج لسقوط اعتبار توبته والفرق بينه وبين من سب الله تعالى على مشهور القول باستتابته أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر والبشر جنس تلحقهم المعرّة إلا من أكرم الله بتوبته بنبوته تعالى والبارئ جل جلاله منزه عن جميع المعايب قطعا وليس من جنس من تلحق المعرة بجنسه وليس سبه عليه السلام كالارتداد المقبول فيه التوبة لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد لا حق فيه لغيره من الآدميين فقبلت توبته ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق فيه وبه حق الآدمي فكان كالمرتد يقتل حين ارتداده أو يقذف فإن توبته لا تسقط عنه حد القتل والقذف وأيضا فإن توبة المرتد إذا قبلت لا تسقط ذنوبه من زنا وشرب وسرقة وغير ذلك ولم يقتل سب النبي صلى الله عليه وسلم لكفره لكن لمعنى أن يرجع إلى تعظيم حرمته وزوال المعرة به وذلك لا تسقطه التوبة قال القاضي أبو الفضل: يريد والله أعلم لأن سبه لم يكن بكلمة تقتضي الكفر ولكن بمعنى الإزراء والاستخفاف أو لأن بتوبته وإظهار إنابته له ارتفع عنه اسم الكفر ظاهرا والله أعلم بسريرته وبقي حكم السب عليه وقال أبو عمران الفاسي من سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد عن الإسلام قتل ولم يستتاب لأن السب من حقوق الآدميين لا تسقط عن المرتد التي لا تسقط عن المرتد وكلام الشيوخ لهؤلاء مبني على القول بقتله حدا لا كفرا وهو يحتاج إلى تفصيل وأما على رواية الوليد بن مسلم عن مالك ومن وافقه على ذلك مما ذكرناه وقال به من أهل العلم فقد صرحوا أنه ردة قالوا ويستتاب منها فإن تاب ترك ونكل وإن أبا قتل فحكم له بحكم المرتد مطلقا في هذا الوجه، والوجه الأول أشهر وأظهر لما قدمناه، ونحن نبسط الكلام فيه فنقول: من لم يره ردة فهو يوجب القتل فيه حدا، وإنما نقول ذلك مع فصلين: إما مع إنكاره ما شهد عليه به وإظهاره الإقلاع والتوبة عنه، والتوبة عنه توله حدا لثبات كلمة الكفر عليه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وتحقير ما عظم الله من حقه واجرينا حكمه في ميراثه وغير ذلك حكم الزنديق اذا ظهر عليه وان اذا ظهر عليه وانكر او تاب، فإن قيل كيف تثبتون عليه الكفر ويشهد عليه بكلمة الكفر ولا تحكمون عليه بحكمه من الاستتابة وتوابعها؟ قلنا نحن وان اثبتنا له حكم الكافر في القتل فلا نقطع عليه بذلك لاقراره بالتوحيد والنبوه وانكاره ما شهد عليه به او زعمه ان ذلك كان منه وهلا ومعصية وأن وأنه مقلع عن ذلك نادم عليه ولا يمتنع إثبات بعض أحكام الكفر على بعض الأشخاص وإن لم تثبت له خصائصه كقتل ذلك الصلاة أما من علم أنه سب عليه السلام معتقدا لاستحلاله فلا شك في كفره بذلك وكذلك إن كان سبه في نفسه كفر كتكذيبه أو تكفيره أو نحوه فهذا ما لا إشكال فيه ويقتل وإن تاب منه لأن لا نقبل توبته ونقتله بعد التوبة حدا لقوله ومتقدم كفره وأمره بعد إلى الله المطلع على صحة إقلاعه العالم بسره وكذلك من لم يظهر التوبة واعترف بما شهد به عليه وصمم عليه فهذا كافر بقوله واستحلاله هتك حرمة الله وحرمة رسوله صلى الله عليه وسلم يقتل كافرا بلا خلاف فعلى هذه التفصيلات خذ كلام العلماء ونزل مختلف عبارة في الإحتجاج عليها إخ وأجل إختلافهم في الموارثة وغيرها على ترتيبها يتضح لك مقاصدهم ان شاء الله تعالى، بمعنى انه ان كان اقيم عليه الحد رده فانه لا يورث ولا يرث وتجري عليه احكام المرتد ولا يدفن في مقابر المسلمين، وان كان اقيم عليه الحد حدا من باب لانه ارتكب عملا يستحق الحد ولكنه مؤمن مسلم ففي ذلك يورث ابناؤه ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه فهذا الفرق بين من يقتل ردة ومن يقتل حدا فمن قتل ردة قلنا له أحكام الكافر مطلقا والمرتد ومن قتل حدا فهو كالقاتل و... و... والزاني وغير ذلك فإنه يورث ويدفن في مقابر المسلمين ويستغفر له فصل في استتابة المرتد إذا قلنا بالاستتابة حيث تصح فالاختلاف فيها على الاختلاف في توبة المرتد إذ لا فرق وقد اختلف السلف في وجوبها وصورتها ومدتها فذهب جمهور اهل العلم الى ان المرتد يستتاب وحكى ابن القصار انه اجماع من الصحابه على تصويب قول عمر في الاستتابه ولم ينكره واحد منهم وهو قول عثمان وعلي وابن مسعود وبه قال عطاء بن ابي رباح والنخعي والثوري والاوزاعي ومالك واصحابه والشافعي واحمد واسحاق واصحاب الراي وذهب طاووس ومحمد بن الحسن يعني الشيباني تلميذ ابي حنيفه وعبيد بن عمير والحسن في احدى الروايتين عنه الحسن يعني البصري أنه لا يستتاب وقال عبد العزيز بن أبي سلمة وذكره عن معاذ وأذكره سحنون عن معاذ وحكى الطحاوي عن أبي يوسف وهو قول أهل الظاهر قالوا وتنفعه توبته عند الله ولكن لا يدرأ القتل عنه لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه وحكي أيضا عن عطاء قال إن كان ممن ولد في الإسلام لم يستتاب ويستتاب الإسلامي الإسلامي يعني الذي كان كافرا وأسلم وجمهور العلماء على أن المرتد والمرتدة في ذلك سواء وروي عن علي رضي الله عنه لا تقتل المرتدة وتسترق وقاله عطاء وقتاده وروي عن ابن عباس لا تقتل النساء بالرده وبه قال ابو حنيفه قال مالك والحر والعبد والذكر والانثى في ذلك سواء وأما مدتها فمذهب الجمهور وروي عن عمر أنه يستتاب ثلاثة أيام يحبس فيها وقد اختلف فيه اختلف فيه عن عمر وهو أحد قولي الشافعي وقول أحمد وإسحاق واستحسنه مالك وقال لا يأتي الاستظهار إلا بخير وليس عليه جماعة الناس قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد يعني ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة وصاحب غير ذلك يريد في الاستيناء ثلاثا يعني الانتظار وقال مالك أيضا الذي أخذ به في المرتد قول عمر يحبس ثلاثة أيام ويعرض عليه كل يوم فإن تاب إلا قتل وقال أبو الحسن بن في تأخيره ثلاثة روايتان عن مالك هل ذلك واجب أم مستحب واستحسن الاستتابة والاستيلاء ثلاثا أصحاب الرأي وروي عن أبي بكر الصديق أنه استتاب في خلافته امرأة فلم تتب فقتلها وقاله الشافعي مرة فقال إن لم يتب قتل مكانه واستحسنه المزني وقال قتل مكانه يعني قتل مباشره من غير تردد وقال الزهري يدعى الى الاسلام ثلاث مرات فان ابا قتل وروي عن علي رضي الله عنه يستتاب شهرين وقال النخعي يستتاب ابدا وبه اخذ الثوري ما رجيت توبته وحكم القصاري عن ابي حنيفه انه يستتاب ثلاث مرات في ثلاثه ايام او ثلاث جمع كل يوم او كل جمعه مره وفي كتاب محمد عن ابن القاسم يدعى المرتد الى الاسلام ثلاث مرات فان ابا ضربت عنقه واختلف على هذا هل يهدد او يشدد عليه ايام الاستتابه ليتوب ام لا فقال مالك يعني انظروا الى هذه التفريعات الدقيقه جدا يعني التي لا تكاد توجد مجموعه في محل فقال مالك ما علمت في الاستتابة تجويعا ولا تعطيشا ويؤتى من الطعام بما لا يضره وقال أصبغ يخوف أيام الاستتابة بالقتل ويعرض عليه الإسلام وفي كتاب أبي الحسن الطابثي يعرض في تلك الأيام ويذكر بالجنة ويقوف بالنار قال أصبغ أي المواضع حبس فيها من السجون مع الناس أو وحده إذا استوثق منه سواء ويوقف ماله إذا خيف أن يتلفه على المسلمين ويطعم منه ويسقى وكذلك يستتاب أبدا كلما رجع وارتد وقد استتاب النبي صلى الله عليه وسلم نبهان الذي ارتد أربع مرات أو خمسة وقال ابن وهب عن مالك يستتاب أبدا كلما رجع وهو قول الشافعي وأحمد وقال ابن القاسم وقال إسحاق يقتل في الرابعة وقال أصحاب الرأي إن لم يتب في الرابعة قتل دون استتابته وإن تاب ضرب ضرب الوجيعة ولا يخرج من السجن حتى يظهر عليه خشوع التوبة قال ابن المنذر ولا نعلم أحدا أوجب على المرتد في المرة الأولى أدبا إذا رجع وهو على مذهب مالك والشافعي والكوفي فصل في حكم المرتد إذا اشتبه ارتداده الكوفي يعني الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله وإذا قيل أهل الرأي فيقصد بذلك الحنفية ومن على طريقتهم في حكم المرتد اذا اشتبه ارتداله قال القاضي رحمه الله هذا حكم من ثبت عليه ذلك بما يجب ثبوته من اقرار او عدول لم يدفع فيهم فاما من لم تتم الشهاده عليه انما شهد عليه الواحد او اللفيف من الناس او ثبت قوله لكن احتمل ولم يكن صريحا وكذلك ان تاب على القول بقبول توبته فهذا يدرا عنه القتل يدرأ عن القتل ويتسلط عليه إجتهاد الإمام بقدر شهرة حاله وقوة الشهادة عليه وضعفها وكثرة السماع عنه وصورة حاله من التهمة في الدين والنبز بالسفه والمجون فما القوي أمره أذاقه من شديد النكال ومن الضيق في السجن والشد في القيود في الـ في الـ إلى الغاية التي هي منتهى طاقته بما لا يمنعه القيام لضرورته ولا يقعده عن صلاته وهو حكم كل من وجب عليه القتل ولكن وقف عن قتله لمعنى أوجبه وترب بصابه لإشكال وعائق اقتضاء أمره وحالات الشده في نكاله تختلف بحسب في تختلف بحسب اختلاف حاله وقد روى الوليد عن مالك والاوزاعي انها رده فاذا تاب نكل ولمالك في العتبيه وكتاب محمد من روايه اشب اذا تاب المرتد فلا عقوبه عليه وقالوا سحنون وافتى ابو عبد الله بن عتاب في سب النبي صلى الله عليه وسلم فشهد عليه شاهدان عدل احدهما بالادب الموجع يعني اذا كان الشاهد الاخر ليس عدلا. فيحكم عليه بالادب الموجع والتنكيل والسجن الطويل حتى تظهر توبته. وقال القابسي في مثل هذا يعني اذا شهد شاهدا عدل فيقام عليه الحد، واذا شهد واحد والاخر لم يكن عدلا ولكنه شهد كذلك فانه ينكل به ولا يقتل. يعني المتهم. وافتى ابو عبد الله بن عتاب فيما سب النبي صلى الله عليه وسلم فشهد عليه شاهدان يعدل احدهما بالادب الموجع والتنكيل والسجن الطويل حتى تظهر توبته وقال القابسي في مثل هذا ومن كان اقصى امره القتل فعاق عائق عن ذلك اشكل في القتل لم ينبغ ان يطلق من السجن ولكن يستطال سجنه ولو كان فيه من المده ما عسى ان يقيم ويحمل عليه من القيد ما يطيق. يعني اذا اذا كانت هناك شبهه تدرأ عنه الحد. وقال في مثل مما أشكل أمره يشد في القيود شدة ويضيق عليه في السجن حتى ينظر فيما يجب عليه وقال في مسألة أخرى مثلها ولا تهراق الدماء إلا بالأمر الواضح وفي الأدب بالصوت والسجن نكال للسفهاء ويعاقب عقوبة شديدة فأما إلا انتهت صفحة 820 ويعاقب عقوبة شديدة، فأما إن لم يشهد عليه سوى شاهدين فأثبت من عداوتهما أو جرحتهما أو ما أسقطهما عنه، ولم يسمع ذلك من غيرهما فأمره أخف لسقوط الحكم عنه وكأنه لم يشهد عليه، إلا أن يكون ممن يليق به ذلك ويكون الشاهدان من أهل التبريز فأسقطهما بعداوة، يعني التبريز يعني لم لا لم تثبت عدالتهما بالمعنى الاصطلاحي ولكنهما فضلاء في في العموم. قال آه فأسقطهما بعداوة فهو وإن لم ينفذ الحكم عليه بشهادتهما فلا يدفع الظن صدقهما وللحاكم هنا في تنكيله موضع إجتهاد والله أعلم فصل في حكم الذنبي فصل في حكم الذمي إذا صرح بسبه صلى الله عليه وسلم أو عرض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به قال القاضي أبو الفضل هذا حكم المسلم فأما الذمي إذا صرح بسبه أو عرض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يسلم لأننا لم نعطيه الذمة والعهد على هذا وهو قول عامة العلماء إلا أبا حنيفة والثوري وأتباعهما من أهل الكوفة فانهم قالوا لا يقتلوا ما هو عليه من الشرك اعظم ولكن يؤدب ويعزر واستدل بعض شيوخنا على قتله بقوله تعالى وان كثوا ايمانهم من بعد, ما من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون ويستدل ايضا عليه بقتل النبي صلى الله عليه وسلم لابن الاشرف واشباهه ولأن لم نعاهدهم لم نعطيهم الذمه على هذا ولا يجوز لنا ان نفعل ذلك معهم فاذا اتوا ما لم يعطوا عليه العهد ولا الذمه فقد نقضوا ذمتهم وصاروا كفارا اهل حرب يقتلون لكفرهم. وأيضا فإن ذمتهم لا تسقط حدود الإسلام عنهم من القطع في سرقة أموالهم والقتل لمن قتلوه منهم وإن كان ذلك حلالا عندهم فكذلك سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يقتلون به وورد ووردت لأصحابنا ظواهر تقتضي الخلافة إذا ذكره الذمي بالوجه الذي كفر به ستقف عليها من كلام ابن القاسم وابن سحنون بعده وحكى ابو المصعب الخلاف فيها من عن عن اصحابه المدنيين لو اختلفوا اذا سب ثم اسلم فقيل يسقط اسلامه قتله لان الاسلام يجب ما قبله بخلاف المسلم اذا سب ثم تاب لان نعلم باطنه الكافر في بغضه له وتنقصه بقلبه لكن منعناه من اظهاره فلم يزدنا ما اظهره الا مخالفه للامر ونقضا للعهد فاذا رجع عن دينه الاول الى الاسلام سقط ما قبله بقوله تعالى قل للذين كفروا ان إيه ينتهوا يغفر ما قد سلف الايه والمسلم بخلاف إذ كان ظننا بباطنه حكم, حكم ظاهره وخلاف ما بدا منه الآن فلم نقبل بعد رجوعه ولا, استنم ولا استنمنا إلى, إلى باطنه إذ قد بدت سرائره وما ثبت عليه من الأحكام باقية عليه لم يسقطها شيء ولا يعني ولم نصل وقيل لا يسقط الاسلام الذمي الساب قتله لا يسكت اسلام الذمي بقتله لانه حق للنبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه القتل لانتهاك حرمته وقصده الحاقة النقيصة والمعرة به فلم يكن رجوعه الى الاسلام بالذي يسقطه كما وجب عليه بالحقوق المسلمين من قبل اسلامه بالقتل او قذف او سرقة، واذا كنا لا نقبل توبة المسلمين فألا نقبل توبة الكافر اولى، وقال وقال مالك في كتاب ابن حبيب والمبسوط وابن القاسم وابن الماجشون وابن عبد الحكم واسبغ في من شتم نبينا عليه السلام من اهل الذمة او أحد من الانبياء عليهم السلام قتل إلا أن يسلم وقاله ابن القاسم في العتبية وعند محمد وابن سحنون وقال سحنون وأصبح لا يقال له أسلم ولا تس ولا لا تسلم ولكن إن أسلم فذلك له توبة. وفي كتاب محمد أخبرنا أصحاب مالك أنه قال من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب وروي لنا عن مالك إلا أن يسلم الكافر وقد روى ابن وهب عن ابن عمر أن راهبا تناول النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر فهلا قتلتموه. وروى عيسى عن ابن القاسم في ذمين قال ان محمدا لم يرسل الينا انما ارسل اليكم وانما نبينا موسى او عيسى او نحو هذا لا شيء عليهم لان الله تعالى اقرهم على مثله واما ان سبّه فقال ليس بنبي او لم يرسل او لم ينزل عليه قران انما هو شيء تقوله او نحو هذا فيقتل وقال ابن القاسم اذا واذا قال النصراني ديننا خير من دينكم انما دينكم دين الحمير اعوذ بالله ونحو هذا من الكلام القبيح او سمع المؤذن يقول اشهد ان محمد رسول الله فقال كذلك يعطيكم الله ففي هذا الأدب الموجع والسجن الطويل قالوا أما إن شتم النبي صلى الله عليه وسلم شتما يعرف فإنه يقتل إلا أن يسلم قاله مالك غير مرة ولم يقل يستتاب قال ابن القاسم محمل قوله عندي إن أسلم طائعا وقال ابن سحنون في سؤالات سليمان بن سالم في اليهودي يقول للمؤذن إذا تشهد كذبت يعاقب أيضا العقوبة الموجعة من السجن الطويل وفي النوادر من رواية سحنون عنه من شتم الأنبياء من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفروا ضربت إلا أن يسلم اللي يعني هو ضابط الكافر طبعا الكافر الذمي أنه إذا قال قولا الذي به هم كفار الذي هم به كفار فإنه فإنه إنما يؤدب لإعلانه عن ذلك الكلام أمام المسلمين أما قال شتما خارج كونهم به كفار يعني الطعن في نبوته صلى الله عليه وسلم أو أو في إرساله إليهم ولكن تعدى ذلك إلى الشتم والتقذيع وهذا فإنه يقام عليه يحد بذلك الكلام وطبعا كما نبهت إليه بأن الحد هذه هذا اختصاص القاضي والحاكم وليس اختصاص عامة الناس ولذلك فتكلم المؤلف عن ذكر الشهود وأن يكون وأن يكون شهود عدل وغير ذلك فحتى لا يفهم البعض من هذا الكلام أنه من من سمع شيئا في الشارع يقوم و يعني تورطونا معكم قال محمد بن سحرون فإن قيل لما, قتلته في سب النبي صلى الله عليه وسلم ومن دينه سبه وتكذيبه قيل لأن لم نعطيهم العهد على ذلك ولا على قتلنا وأخذ أموالنا فإذا قتل واحدا منا قتلناه وإن كان من دينه استحلاله فكذلك إظهاره لسب نبينا عليه السلام قال سحر كما لو بذل لنا أهل الحرب الجزية على إقرارهم على سبه لم يجوز لنا ذلك في قول قائل من المسلمين كذلك ينتقض عهد من سب منهم ويحل لنا دمه وكما لم يحصل الإسلام من سبه من القتل كذلك لا تحصل الذمة الله أكبر الله أكبر قال القاضي أبو الفضل ما ذكره ابن سحنون عن نفسه وعن أبيه مخالف لقول ابن القاسم فيما خفف عقوبتهم فيه بما به كفروا فتأمله ويدل على أنه خلاف ما روي عن المدنيين في ذلك فحكى أبو المصعب الزهري قال أتيت بنصراني قال والذي اصطفى عيسى على محمد فاختلف علي فيه فضربته حتى قتلته أو عاش يوما وليلة وأمرت من جر برجله وطرح على مزبلة فأكلته الكلاب وسئل أبو المصعب عن نصراني قال عيسى خلق محمد فقال يقتل وقال ابن القاسم سألنا مالكا عن نصراني بمصر شهد عليه أنه قال مسكين محمد يخبركم أنه في الجنة ما له لم ينفع نفسه إذ كان أعوذ بالله الله المهم هذه القسم اقرأوه أنتم من الكتاب قال لو قتلوه لاستراح لا منه الناس قال مالك أرى أن تضرب عنقه قال ولقد كدت أن لا أتكلم فيها بشيء إلا ثم رأيت أن أنه لا يسعني الصمت قال ابن كنانة في المبسوطة من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى فأرى للإمام أن يحرقه بالنار وإن شاء قتله ثم حرق جثته وإن شاء أحرقه بالنار حيا إذا تهافتوا في سبه عليه السلام يعني إذا ترافعوا وأصبح أمرا عاما لهم وقد كتب إلى مالك من مصر وذكر مسألة ابن القاسم المتقدمة قال فأمرني مالك فكتبت بأن يقتل وأن تضرب عنقه فكتبت ثم قلت يا أبا عبد الله واكتب ثم يحرق بالنار فقال إنه لحقيق بذلك وما أولاه به فكتبت بيدي بين يديه فما أنكره ولا عابه ونفذت الصحيفه بذلك فقتل وحرق وافتى عبيد الله بن يحيى وابن لبابه في جماعه سلف اصحابنا الاندلسيين بقتل نصرانيه استهلت بنفي الربوبيه وبنوه عيسى لله وتكذيب محمد في النبوه وبقبول اسلامها ودرء القتل عنها به وبه قال غير واحد من المتاخرين منهم القابسي. وابن الكاتب وقال ابو القاسم بن الجلابي في كتابه من سب الله ورسوله من مسلم او كافر قتل ولا يستتاب وحكى القاضي ابو محمد في الذمي يسب روايتين في درء القتل عنه باسلامه وقال ابن سحنون وحد القذف وشبهه من حقوق العباد لا يسقط عن الذمي اسلامه وانما يسقط عنه باسلامه حدود الله فاما حد القذف فحق للعباد هو سواء كان ذلك لنبي او غيره و فأوجب على الدمي إذا قذف النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم حد القذف ولكن انظر ماذا يجب عليه هل حد القذف في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو القتل لزيادة حرمة النبي صلى الله عليه السلام على غيره أم هل يسقط القتل بإسلامه ويحد ثمانين فتأمله فصل في ميراث من قتل بسب النبي صلى الله عليه وسلم وغسله والصلاة عليه اختلف العلماء في ميراث من قتل بسب النبي صلى الله عليه وسلم فذهب سحنون إلى أنه, لج... الى انه لجماعه المسلمين من قبل ان شتم النبي صلى الله عليه وسلم كفر شبه كفر الزندقه وقال اصبح ميراثه لورثته من المسلمين ان كان مستسر... مستسرا بذلك وان كان مظهرا له مستهلا به فميراثه للمسلمين ويقتل على كل حال ولا يستتاب وقال ابو الحسن القابسي ان قتل وهو منكر للشهاده عليه فالحكم في ميراثه على ما اظهر من اقراره يعني لورثته والقتل حد ثبت عليه ليس من الميراث في شيء وكذلك لو أقر بالسب وأظهر التوبة لقتل إذ هو حده وحكمه في ميراثه وسائر أحكامه حكم الإسلام ولو أقر بالسب وتبادى عليه وأبى توبة منه فقتل على ذلك كان كافرا وميراثه للمسلمين ولا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه وتستر عورته ويوارى كما يفعل بالكفار قال ميراثه للمسلمين يعني لبيت مال المسلمين فلا يرثه أبناؤه وأهله وقول الشيخ أبي الحسن في المجاهر المتمادي على ذلك بين لا يمكن الخلاف فيه لأنه كافر مرتد غير تائب ولا مقلع وهو مثل قول أصبغ وكذلك قال ابن سحنون في الزنديق يتمادى على قوله ومثله لابن القاسم في العتبية ولجماعة من أصحاب مالك في كتاب ابن حبيب في من أعلن كفره مثله قال ابن القاسم وحكمه وحكم المرتد لا يرثه ورثته من المسلمين ولا من اهل الدين الذين الذي ارتد اليه ولا تجوز وصاياه ولا عتقه وقال ذلك ايضا أصبه وقتل على ذلك او مات عليه وقال ابو محمد بن ابي زيد انما اختلفوا في ميراث الزنديق الذي يستهل بالتوبه فلا تقبل منه فاما المتمادي على الكفر والارتداد فلا خلاف انه لا يورث وقال ابو محمد فيما سب الله تعالى ثم مات ولم تعدل عليه بينه او لم تقبل انه يصلى عليه وروى أصبر عن ابن القاسم في كتاب ابن حبيب في من كذب كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعلن دينا مما يفارق به الإسلام أن ميراثه للمسلمين وقال يقول مالك إن ميراث المرتد للمسلمين ولا ترثه ورثته للمسلمين يعني لبيت مال المسلمين نعم وقال بقولي وقال بقول مالك ان ميراث المرتد للمسلمين ولا ترثه ورثته ربيعه والشافع ربيعه يعني ربيعة الراي شيخ الامام مالك والشافعي وابو ثور بن ابي ليلى واختلف فيه عن احمد وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وابن المسيب والحسن والشعبي وعمر بن عبد العزيز والحكم والاوزاعي والليث واسحاق وابو حنيفه يرثه ورثته من المسلمين وقيل ذلك فيما كسبه قبل ارتداده وما يكسبه في الارتداد فللمسلمين قال القاضي ابو الفضل رحمه الله تفصيل ابي الحسن في باقي جوابه حسن بين وهو على راي أصبغة وخلاف قول سحنون واختلافهما على قول مالك في ميراث الزنديق فمره ورثه ورثته من المسلمين وسواء سواء قامت عليه بي بذلك بينة فأنكرها أو اعترف بذلك وأظهر التوبة وقال وأصبغ محمد بن مسلمة وغير واحد من أصحابه لأنه أظهر الإسلام بإنكاره أو توبته وحكم حكم المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى ابن نافع عنه في العتبية انتهت صفحة 830 وروى ابن نافع عنه في العتبيه وكتاب محمد ان, أن ميراثه لجماعه المسلمين لان ماله تبع لدمه وقال به ايضا جماعه من اصحابه وقال واشهب المغيره وعبد الملك ومحمد وسحنون، وذهب ابن القاسم في العتبيه الى انه ان اعترف بما شهد عليه به وتاب فقتل فلا يورث وان لم يقر حتى قتل او مات ورث، قال وكذلك كل من اسر كفرا فانهم يتوارثون بوراثه الاسلام، وسئل ابو القاسم طبعا اذا لم يقر وشهد عليه شهود عدول اما اذا شهد عليه شهود ليس ليس عدولا وهو لم يقر فانه لا يحد طبعا فهكذا يفهم كلام الفقهاء رضي الله عنهم لان كلام الفقهاء له له قواعد علميه بها يفهم ويحمل كلامهم اما اخذ الكلام مجتزأ عن سياقه وعن معناه فانه من فعل الجهال فا فيجب الفقه عن العلماء وفهم مقاصد الشريعه وفهم علم الاصول وفهم القواعد الشرعيه وقواعد المذهب حتى يفهم به مقاصد ودلالات كلام العلماء رضي الله عنهم وارضاهم. قال وكذلك كل من اسر كفرا فانهم يتوارثون بوراثة, بوراثه الاسلام يعني المنافقين. إذا مات ولم يشهد على كفره فإنه يعني يتعامل معه كأنه مسلم. وسئل أبو القاسم بن الكاتب عن نصراني يسب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل هل يرثه أهل دينه أم المسلمون؟ فأجاب: إنه للمسلمين ليس على جهة الميراث، لأنه لا توارث بين أهل ملتين، ولكن لأنه من فيئهم لنقضه العهد، وهذا معنى قوله واختصاره، يعني إذا كان كافرا نصرانيا ووجب حده ينقل ماله إلى بيت مال المسلمين، ولا يرثه النصارى. الباب الثالث في حكم من سب الله تعالى وملائكته هو انبياءه وكتبه وال النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه وصحبه. قلت هذه المساله من سب الله عز وجل مما 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 انتشرت في مجتمعاتنا للاسف واول من نشرها اليهود وهي ان يقول اذا غضب يقول دينك يعني يسب الدين ويسب استغفر الله يقول ربك او يقول يعني كلام وهو منتشر يعني لا لا احتاج الى ذكر ذلك والعياذ بالله ان نلوث به مجالسنا لكن اصبح منتشرا جدا 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 يعني احيانا اذا غضب حتى من يظن به الدين فانه يقول كلاما مما هو كفر فيجب الانسان ان يتبين وان يقرا هذه الفصول حتى يتعلم ويكون على بينه من دينه قبل أن يصلي ويصوم ثم يحشر في موته مع الكافرين وهو لا يدري قال المؤلف رحمه الله والعياذ بالله تعالى قال المؤلف رحمه الله الباب الثالث في حكم من سب الله تعالى وملائكته وأنبياءه وكتبه وآل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وصحبه قال القاضي رحمه الله تعالى لا خلاف أن سب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم واختلف في استتابته فقال ابن القاسم في المبسوط وفي كتاب ابن سحنون ومحمد ورواه ابن القاسم عن مالك في كتاب إسحاق بن يحيى من سب الله تعالى من المسلمين قتل ولم يستتاب إلا أن يكون افتراء على الله بارتداده إلى دين دان به وأظهره فيستتاب وإن لم يظهره لم يستتاب وقال في المبسوطة: مطرف وعبد الملك مثله وقال المخزومي ومحمد بن مسلمة وابن أبي الحازم لا يقتل المسلم بالسب حتى يستتاب وكذلك اليهودي والنصراني فإن تابوا قبل منهم توبتهم وإن لم يتوبوا قتلوا ولا بد من الاستتابة وذلك كله كالردة وهو الذي حكاه القاضي ابن نصر عن المذهب وأفتى أبو محمد ابن أبي زيد فيما حكي عنه في رجل لعن رجلا ولعن الله أعوذ بالله والله لعن يعني الله فقال انما اردت ان العن الشيطان فزل لساني فقال يقتل بظاهر كفره ولا يقبل عذره واما فيما بينه وبين الله تعالى فمعذور واختلف فقهاء قرطبة في مسألة هارون بن حبيب اخي عبد الملك الفقيه وكان ضيق الصدر كثير التبرم وكان قد شهد عليه بشهادات منها انه قال عند استقلاله من مرض لقيت في مرض هذا ما لو قتلت ابا بكر وعمر لم استوجب هذا كله فافتى ابراهيم بن حسين بن خالد بقتله وانه مضمن مضم مضمن قوله تجوير لله تعالى وتظلم منه والتعريض فيه كالتصريح وافتى اخوه عبد الملك بن حبيب وابراهيم بن حسين بن عاصم وسعيد بن سليمان القاضي بطرح القتل عنه الا ان القاضي راى عليه التثقيل في الحبس والشده في الادب لاحتمال كلامه وصرفه الى التشكي فوجه من قال في ساب الله تعالى بالاستتابه انه كفر ورده محضه لم يتعلق بها حق لغير الله فاشبه قصد الكفر بغير سب الله واظهار الانتقال من دين الى دين اخر من الاديان المخالفه للاسلام ووجه ترك استتابته انه لما ظهر منه ذلك بعد اظهار الاسلام قبل قبل اتهمناه وظننا ان لسانه لم ينطق به الا وهو معتقد لا إذ يتساهل لا يتساهل في هذا لا يتساهل في هذا احد فحكم له بحكم الزنديق ولم تقبل توبته واذا انتقل من دين الى اخر واظهر السب بمعنى الارتداد فهذا قد اعلم انه خلع ربقه الاسلام من عنقه بخلاف الاول المتمسك به وحكم هذا حكم المرتد يستتاب على مشهور مذاهب على مشهور مذاهب أكثر العلماء وهو مذهب مالك وأصحابه على ما بيناه قبل وذكرنا الخلاف في فصوله. فصل في حكم من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق به عن طريق التأويل والاجتهاد والخطأ المفضي إلى الهوى والبدعة وأما من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق به ليس على طريق السب ولا الردة وقصد الكفر ولكن على طريق التأويل والاجتهاد والخطأ المفضي إلى الهوى والبدعة بالتشبيه أو نعت بجارحة أو نفي صفة كمال فهذا مما اختلف السلف والخلف في تكفير قائله ومعتقده واختلف قول مالك وأصحابه في ذلك ولم يختلفوا في قتالهم إذا تحيزوا إذا تحيزوا فئة وأنهم يستتابون فإن تابوا إلا قتلوا إنما اختلفوا في المنفرد منهم فأكثر قول مالك وأصحابه ترك القول بتكفيرهم وترك قتلهم والمبالغة في عقوبتهم وإطالة سجنهم حتى يظهر إقلاعهم وتستبين توبتهم كما فعل عمر رضي الله عنه بصبيغ وهذا قول محمد بن المواز في الخوارج وعبد الملك بن الماجشون وقول سحنون في جميع أهل الأهواء وبه فسر قول مالك في الموطأ وما رواه عن عمر بن عبد العزيز وجده وعمه من قولهم في القدرية يستتابون فإن تابوا إلا قتلوا وقال عيسى عن ابن القاسم في أهل الأهواء, في أهل الأهواء من الإباضية والقدرية وشبههم ممن خالف الجماعة من أهل البدع والتحريف لتأويل كتاب الله عز وجل يستتابون أظهروا ذلك أو أسروه فإن تابوا إلا قتلوا وميراثهم لورثتهم وقال مثله ايضا ابن ابن القاسم في كتاب محمد في اهل القدر وغيرهم قالوا أي قال واستتابتهم ان يقال لهم اتركوا ما انتم عليه ومثله له في المبسوط في الاباضيه والقدريه وسائر اهل البدع قال وهم مسلمون وانما قتلوا لرايهم السوء وبهذا عمل عمر بن عبد العزيز، قال ابن القاسم من قال: إن الله لم يكلم موسى تكريما استتيب فإن تاب والا قتل، وابن حبيب وغيره من أصحابنا يرى تكفيرا ومتكفيرا أمثال من الخوارج والقدرية والمرجئة، وقد روي أيضا عن سحلون مثله في من قال: ليس لله كلام إنه كافر من قال ليس لله كلام نقطه انه كافر بمعنى ان من قال هذا الكلام فهو كافر واختلفت الروايات عن مالك فاطلق في روايه الشاميين ابي مسهر ومروان بن محمد الطاطري الكفر عليهم وقد شور في زواج القدري فقال لا تزوجه قال الله تعالى والعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم وروي عنه ايضا انه قال اهل الاهواء كلهم كفار وقال: من وصف شيئا من ذات الله تعالى وأشار إلى شيء من جسده، يد أو سمع أو بصر، قطع ذلك منه لأنه شبه الله بنفسه، وقال: في من قال: القرآن مخلوق كافر فاقتلوه وقال أيضا في رواية ابن نافع يجلد ويوجع ضربا ويحبس حتى يتوب وفي رواية مشر بن بكر التنيسي عنه يقتل ولا تقبل توبته قال القاضي أبو عبد الله البر البار النكاني والقاضي أبو عبد الله تستري من أئمة العراقيين من أصحابنا جوابه مختلف يقتل المستبصر الداعية وعلى هذا الخلاف اختلف قوله في إعادة الصلاة خلفهم وحكم المنذر عن الشفي لا يستاب القدري قلت ويأتي شخص مثل شحرور يطعن في القرآن ويطعن في السنة النبوية ويطعن في الجنة والنار ويطعن في المعلوم من الدين بالضرورة ويطعن في تفاسير المسلمين فتجد من من ينتسب للدين يدافع عنهم ويتأول لهم ويقول حرية الرأي وحرية الفكر وحسبنا الله ونعم الوكيل قال المؤلف رحمه الله واكثر اقوال السلف تكفيرهم وممن قال به الليث بن سعد وابن عيينه وابن لهيعه وروي عنهم ذلك في من قال بخلق القران وقال وَأَيْضًا ابن المبارك والاودي ووكيع وحفص بن غياث وابو اسحاق الفزاري وهو شيمن وعلي بن عاصم في اخرين وهو من قول اكثر المحدثين والفقهاء والمتكلمين فيهم وفي الخوارج والقدريه واهل الاهواء المضله واصحاب البدع المتأولين وهو قول احمد بن حنبل وكذلك قالوا في الواقفه والشاكه في هذه الاصول وممن روي عنه معنى القول الاخر بترك تكفيرهم علي بن ابي طالب وابن عمر والحسن البصري وهو راي جماعه من الفقهاء والنظار والمتكلمين واحتجوا بتوريث الصحابه والتابعين ورثه اهل حروراء ومن عرف بالقدر ممن مات منهم ودفنهم في مقابر المسلمين وجري أحكام الإسلام عليهم. قال إسماعيل القاضي: إنما قال مالك في القدرية وسائر أهل البدع يستتابون فإن تابوا إلا قتلوا لأنه من الفساد في الأرض. كما قال في المحارب: إن رأى الإمام قتله وإن لم يقتل قتله. وفساد المحارب إنما هو في الأموال ومصالح الدنيا. وإن لم يقتل قتله، وفساد المحارب إنما هو في الأموال ومصالح الدنيا، وإن كان قد يدخل أيضا في أمر الدين من سبيل الحج والجهاد، وفساد أهل البدع معظمه على الدين، وقد يدخل في أمر الدنيا بما يلقون بين المسلمين من العداوة، والله الموفق للصواب. فصل في تحقيق القول في إكفار المتأولين. قد ذكرنا مذاهب السلف في إكفار أصحاب البدع والأهواء المتأولين ممن قال قولا يؤديه مساقه إلى كفر وهو إذا وقف عليه لا يقول بما يؤديه قوله إليه وعلى اختلافه مختلف الفقهاء والمتكلمون في ذلك فمنهم من صوب التكفير الذي قال به الجمهور من السلف ومنهم من أباه ولم يرى إخراجهم بسواد المؤمنين وهو قول أكثر الفقهاء المتكلمين وقالهم فساق عصاة ضلال ونوارثهم من المسلمين ونحكم لهم بأحكامهم ولهذا قال سحن لا إعادة على من صلى خلفهم في وقت ولا غيره قال وهو قول جميع أصحاب مالك مثل المغيرة وابن كنانة وأشهب قال لأنه مسلمون وذنبه لم يخرجه من الإسلام واضطرب آخرون في ذلك ووقفوا عن القول بالتكفير أو ضده واختلاف قول مالك في ذلك وتوقفه في إعادة الصلاة خلفهم منه إلى نحو من هذا ذهب آه، ذهب القاضي أبو بكر إمام أهل التحقيق والحق يعني الباقلاني وقال إنها من المعوصات إذ القوم لم يصرحوا باسم الكفر وإنما قالوا قولا يؤدي إليه واضطرب قوله في المسألة على نحو اضطراب قول إمامه مالك بن أنس حتى قال في بعض كلامه إنهم على رأي من كفرهم بالتأويل لا تحل مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم ولا الصلاة على ميتهم ويختلف في مواردهم على الخلاف في ميراث المرتد وقال أيضا نورث ميتهم وارثتهم من المسلمين ولا نورثهم هم من المسلمين وأكثر ميله إلى ترك التكفير بالمآل وكذلك اضطرب فيه قول شيخ أبي الحسن الأشعري وأكثر قوله ترك التكفير وأن الكفر خصلة واحدة وهو الجهل بوجود الباري عز وجل وقال مرة من اعتقد أن الله جسم أو المسيح أو أو بعض من يلقاه في الطرق فليس بعارف به وهو كافر ولمثل هذا ذهب أبو المعالي يعني الجويني رحمه الله في اجوبته لابي محمد عبد الحق وكان ساله عن المساله فاعتذر له بان الغلط فيها يصعب لان ادخال كافر في المله او اخراج مسلم منها عظيم في الدين. وقال غيرهما من المحققين الذي يجب الاحتراز من التكفير في اهل التاويل فان استباحه دماء المصلين الموحدين خطر والخطا في ترك الف كافر اهون من الخطا في سفك محجمه من دم مسلم واحد. نعم وهنا ناتي الى الورع في هذا الباب. صفحة 840 وقد قال عليه السلام فإذا قالوها يعني الشهادة فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فالعصمة مقطوع بها مع الشهادة ولا ترتفع ويستباح خلافها إلا بقاطع ولا قاطع من شرع ولا قياس عليه طبعا هذا الكلام في أفراد الناس وليس الذين حازوا أما إذا حازوا وأصبحوا طائفة وأصبحوا خطرا على وحدة المسلمين فهناك يقاتلون كما ذكره في أول الباب أما الآن فهو يتكلم عن الأفراد وليس عن المجموعات قال فالعصمة مقطوع بها مع الشهادة ولا ترتفع ويستباح خلافها إلا بقاطع ولا قاطع من شرع ولا قياس عليه وألفاظ الأحاديث الواردة في الباب معرضة للتأويل فما جاء منها في التصريح بكفر القدرية وقوله لا سهم لهم في الإسلام وتسمية الرافضة بالشرك وإطلاق اللعنة عليهم وكذلك في الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء والبدع فقد يحتج بها من يقول بالتكفير وقد يجيب وقد يجيب الآخر عنها بأنه قد ورد مثل هذه الألفاظ في الحديث في غير الكفرة على طريق التغليظ كفر دون كفر واشراك دون اشراك وقد ورد مثله في الرياء وعقوق الوالدين والزواج والزور وغير معصيه وإذا كان محتملا للأمرين فلا يقطع على أحدهما إلا بدليل قاطع ولا دليل وقوله في الخوارج هو من شر البرية وهذه صفة الكفار وقال شر قبيل تحت أديم السماء طوبى لمن قتلهم أو قتلوه وقال فإذا وجدتموهم فاقتلوهم قتل عاد وظاهر هذا الكفر لا سيما مع تشبيههم بعاد فيحتج به من يرى تكفيرهم فيقول له الآخر إنما ذلك من قتلهم لخروجهم على المسلمين وبرهم عليهم بدليله من من الحديث نفسه يقتلون اهل الاسلام فقتلهم ها هنا حد لا كفر وذكر عاد تشبيه للقتل وحله لا للمقتول وليس كل من حكم بقتله يحكم بكفره ويعارضه بقول خالد في الحديث دعني اضرب عنقه يا رسول الله قال لعله يصلي خالد يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه. فإن احتجوا بقوله عليه السلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، فأخبر أن الإيمان لم يدخل قلوبهم، وكذلك قوله: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون اليه حتى يعود السهم على فوقه وبقوله سبق الفرث والدمى يدل على انه لم يتعلق من الاسلام بشيء اجابه الاخرون ان معنى لا يجاوز حناجرهم اي لا يفهمون معانيه بقلوبهم ولا تنشرح له صدورهم ولا تعمل به جوارحهم وعارضوهم بقوله ويتمارى في الفوق وهذا يقتضي التشكك في حاله نعم قال الفوق من السهم حيث يثبت الوتر منه يعني قاعدة السهم هناك رأس السهم يكون حادا وقاعدته فالقاعدة هي التي التي يسحب منها السهم نعم بمعنى أن السهم إذا طار فإنه لا يرجع إلى حيث طار هذا معنى، اجاب الاخر ان معنى لا يجاوز حناجرهم اي يفهمون معانيه بقلوبهم ولا تنشرح له صدورهم ولا تعمل به جوارحهم، وعرضوا بقوله ويتمارى في الفوق وهذا يقتضي التشكك في حاله ويحتج بقول ابي وان يحتج بقول ابي سعيد الخدري في هذا الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الامه ولم يقل من هذه الامه وتحرير ابي سعيد ان الروايه واتقانه اللفظ أجابهم الآخرون بأن العبارة بفي لا تقتضي تصريحا بكونه من غير الأمة بخلاف لفظة من التي هي للتبعيض وكونهم من الأمة مع أنه قد روي عن علي وأبي ذر وأبي أمامة وغيرهم في, في هذا الحديث يخرج من أمتي وسيكون من أمتي وحروف المعاني مشتركة فلا تعويل على إخراج من الأمة بفي ولا على إدخالهم فيها بمن لكن أبا سعيد رضي الله عنه أجاد ما شاء في التنبيه الذي نبه عليه وهذا مما يدل على سعة فقه الصحابة وتحقيقهم للمعاني واستنباطها من الألفاظ وتحريرها وتحريرهم لها وتوقيهم في الرواية هذه المذاهب المعروفة لأهل السنة ولغيرهم من الفرق فيها مقالات كثيرة مضطربة سخيفة أقربها قول جهم ومحمد بن شبيب إن الكفر بالله الجهل به لا يكفر أحد بغير ذلك وقال أبو الهذيل: إن كل متأول كان تأويله تشبيها لله بخلقه وتجويرا له في فعله وتكذيبا لخبره فهو كافر، وكل من أثبت شيئا قديما لا يقال له الله فهو كافر وقال بعض المتكلمين ان كان ممن عرف الاصل وبنى عليه وكان فيما هو من اوصاف الله فهو كافر وان لم يكن من هذا الباب ففاسق، الا ان يكون ممن لم يعرف الاصل فهو مخطئ غير كافر، وذهب عبيد الله بن الحسن العنبري الى تصويب اقوال المجتهدين في اصول الدين فيما كان عرضه للتاويل وفارق في ذلك فرق الامه اذ اجمعوا سواه على ان الحق في اصول الدين في في, في اصول الدين في واحد والمخطئ فيه اثم عاص فاسق وانما الخلاف في تكفيره. نعم اجمع, أجمع نعم يعني اجمع على مساله ان المجتهد واحد في الدين في الدين في مساله التوحيد اما في مساله الفروع فالمجتهد يتعدد وقد اختلفوا في ذلك ولم يجمعوا. وقد حكى القاضي أبو بكر الباقلاني مثل قول عبيد الله عن داود الأصبهاني قال: وحكى قوم عنهما أنهما قالا ذلك في كل من علم الله علم الله سبحانه علم الله سبحانه من حاله استفراغ الوسع في طلب الحق من اهل ملتنا او من غيرهم وقال نحو هذا القول الجاحظ وثمامة في ان كثيرا من العامة والنساء والبله ومقلدة او ومقلدة النصارى واليهود وغيرهم لا حجة لله عليهم اذ لم تكن لهم طباع يمكن معها الاستدلال وقد نحى الغزالي قريبا من هذا المنحى في كتاب التفرقة وقائل هذا كله كافر بالاجماع على كفر من لم يكفر أحد من النصارى واليهود وكل وكل من فارق دين المسلمين او وقف في تكفيرهم او شك. قال القاضي ابو بكر لان التوقيف والاجماع على كفرهم فمن وقف في ذلك فقد كذب النص والتوقيف او شك فيه والتكذيب او الشك فيه لا يقع الا من كافر. وهنا ننتهي في هذا ننتهي في في هذا المحل من وردنا في هذا اليوم وإن شاء الله تعالى نتم بقية الكتاب يوم غد بإذنه تعالى ويكون ختمنا إن شاء الله تعالى لكتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى غدا بإذنه تعالى وسنحاول أن نبكر في الموعد قد يكون في السادسة بتوقيت المغرب الذي هو الثامنة بتوقيت مكة المكرمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قرأناه من هذا الكتاب ويعلمنا ويفقهنا في ديننا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وكما ترون فإن هذا الكتاب كله نور وكله بركة وكله علوم وفنون وتحرير. مما يدل على إمامة صاحبه وغيرته على الدين وتعلقه وشدة ارتباط قلبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا ووفقنا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج كروبنا وأصلح ذات بيننا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وقوي إيماننا واجبر كسرنا وافتح علينا ابواب رزقك يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين ظاهرا وباطنا. Ouais. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا الى احد من خلقك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم جاز عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. اللهم جاز عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. اللهم جاز عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. اللهم إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجمع الأمة الهمة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه المنون صلى الله عليه وسلم وعلى آله حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم وعلى آله اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين